يعني كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها ابعتوها للنجم الصاعد في النادي الاهلي وفي منتخبنا الوطني محمد هاني. كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها هنسالها من خلال هاشتاج اسال محمد هاني على تويتر او على البث الرسمي او البث المباشر لهذا اللقاء على صفحتنا على الفيسبوك. برضو هناخد كل الاسئله اللي حضراتكم عايزينها. يعني انا بدات اهو بص حاجه يعني طبعا كالعاده يعني وزي ما مسيته كده على مجدي قفشه وعلى اليو وعلى محمود متولي عايزينكم برضو تمسوا على محمد هاني برضو بقاله كتير ما حدش مس عليه. بيمسوا عليك ازاي عارف بيمسوا عليك ازاي انا جمهور النادي الاهلي انت عارف بيحطوك نمره واحد على طول في على تويتر ما شاء الله في الترند يعني. فمحمد مجدي نفس الكلام، اليو ديانج نفس الكلام، محمود متولي، اليو ديانج طبعا كان مع عمر ربيع ياسين نفس الكلام يعني. فبالتالي دايما جمهور النادي الاهلي بيقف في ظهركم يعني. اه لا طبعا جمهور النادي الاهلي حاجه عظيمه بصراحه. الواحد يعني بيحمد ربنا اللي هو يعني اهلاوي وبيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، دي شرف لاي لعيب في مصر يعني. وجمهور الاهلي طبعا في ظهرنا على طول مهما حصل في اوحش الظروف، وفي الظروف الحلوه دايما في ظهرنا يعني دايما يعني. هنتكلم عن اوحش الظروف، هنتكلم عن الظروف الحلوه وكل حاجه، ولكن خليني دايما انا ببدا في سهره مع من بدايه